رأيكم؟ النهاردة أنا هنظم درفة الدولاب بتاعتي، أخيرا هنظم درفة الدولاب بتاعتي وافتحها الاقيها نظيفة ومنظمة بمنظم ب35 جنيه. يلا بينا. الدرفة اهي قدامكم، باين ان هي منظمة بس هي مش منظمة غير كده، فيها اماكن كتيرة مهدرة. الحتة دي بصوا فيها مسافات كده، ايه عايزة استغلها اكتر من كده، وبرضو نفس النظام فوق عايزة استغل الدنيا اكتر من كده، فهنشوف مع بعض هنعمل ايه. يلا بينا. انا عملت الخطوات دي دلوقتي، حطيت الفنجانين اللي ورا دول وحطيت الاطباق عشان بستخدمها وتبقى فوق بعضها، فما بستخدمهاش دلوقتي هستخدمها. حطيت الاطباق دي هنا، شايفين الورد ده؟ بصوا ده ايه، ده الورد بتاع، بصوا بتاع جوازي، ورد جوازي بتاع الزفاف يوم 2/10/2015. في ورد خطوبتي برضو، كلهم مجففين وحطهم في برطمانات شكل بعض ذكرى. تاتا، شايفين انا يعتبر فضيت كل الدرفة اللي فوق دي وحطيت كل حاجة هنا وبنظام، وكل حاجة اجيبها بسهولة. يعني شايفين حتى الكوباية اللي جوه دي اهي هجيبها بسهولة خالص، والاطباق كل حاجة، ودول عملتهم كده كل ده فاضي قدامي، ممكن بقى احط اي حاجة. دي مكتوب عليها ان هي بتاخد 6 اطباق بس هي بتاخد اكتر، يعني بصوا فيها كام طبق، 2 4 6 8، 8 اطباق مسطحين. تمام. انا عايزه بس اوضح لكم نقطه واحده بس، ان انا كساره كنت انسانه مش منظمه نهائي، وبدات ان انا ابقى منظمه علشان كده بدات اعمل الفيديوهات دي علشان الناس تستفاد منها زي ما انا بستفاد، ودلوقتي بقيت انسانه منظمه جدا رهيبه في النظام. ده المنظم التاني، وزي ما قلت لكم انا مش برصص قدامكم الازاز لان انا عندي فوبيا ان انا امسك ازاز، يعني لو مسكت ازاز كده بتوتر وممكن يقع مني، فبخلي بالي عشان الحاجات دي اتكسرت تبقى مشكله. المهم انا كنت شاريه 2، واحد اهو والتاني انتوا شفتوه، تمام كده. تمام، وبكده يكون خلصت الفيديو بتاعي ونظمت مطبخي وكمان رتبته بالمنظم اللي انا وريته لكم، متوفر في كل المحلات. يا رب يكون عجبك الفيديو، ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وسبسكرايب. اهلا بيكي، وتابعيني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.